روح اسكندريه سياده اللواء محمد الشريف سياده المحافظ. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا احمد بيه، وسعيد بالمقدمه والعرض اللي قلته حضرتك، لان ده يعني انت بتدفعنا دفع للتخطيط وان احنا نكون مع المواطن. الحقيقه قبل ما ابدا اي كلام صد. يعني لا انا بقول ده توجيه سياده الرئيس هايل، يعني خففوا من على المواطن على قد ما تقدروا. هايل، ده كان يمكن احنا بعد محلفة اليمين كان اول توجيه المواطن يعني كان الاهتمام الاول، وعشان كده احنا كل اللي بيحصل ده خدمة للمواطن. وقبل ما ابدأ برضو حديث اوضح نقطة مهمة جدا، ان لازم الناس كلها تبقى عارفة ان المصالحات دي لخدمة المواطن وخدمة المرافق الخاصة بالمواطن، عشان تقدر الدولة تقدم له خدمة متميزة من ماء وكهرباء وصرف ورصف طرق. ده اللي احنا بنقصده من المصالحات اللي عاوزين نعملها لخدمة المواطن. القرار النهارده يا فندم، اولا انا بحيي حضرتك انه حييت حضرتك في البدايه، انه النهارده خدت قرار من 25 رفعنا الى 40%. هذا القرار بناء على لما حضرتك شفت في الشارع والناس ومطالب الناس خفضوا لنا شويه. طبعا يا فندم، انا مشكل لجنه من متخصصين بتمر في المناطق كلها وفي الاحياء كلها، وبنتابع الموضوعات وبنتابع ردود الافعال وبنتابع الحاله الخاصه بالمواطن. وعاوز اقول لك يا احمد بيه، اسكندريه قلنا قبل كده عده مرات ان منطقه لها وضعيه خاصه ولها خصوصيه. احنا مختلفين عن كل المحافظات الاخرى. نعم. لان انا عندي المخالفات كلها واخده شكل راسي، بمعنى ان كلها عباره عن ابراج 20 دور و25 دور وفي المدينه. فهي ما عنديش مخالفات تعدي على اراضي زراعيه كتير او تعدي على املاك الدوله. هو موجود بالفعل، لكن معظم المخالفات عندي حاجتين: مخالفه قيود ارتفاع وتعدي على سطح التنظيم. عشان كده كلها متركزه في المدينه، سواء على مستوى غرب المدينه او شرق المدينه. ولذلك احنا لما بنتعامل مع شكل معين من المخالفات. واحنا لما حددنا القيم كان في لجنه برضو متخصصه حددت كل القيم. انا مش ممكن الكورنيش يكون زي مناطق ابو قير او زي المناطق الداخليه. صح لا طبعا، الوضع بيبقى مختلف. كويس. لكن انا بالقرار ده يعني الحمد لله كده نسبه 40%، فيعتبر نسبه كويسه جدا. والله لو وجدت ان الدنيا محتاجه او الناس محتاجه تخفيض اخر هنعمله ان شاء الله، ومش هنتاخر عن اهلنا في محافظه. حضرتك بتقسم بالله لو الناس محتاجه اعمل تخفيض تاني؟ طبعا يا فندم، انا يا هو احنا قاعدين لخدمه الناس. نعم، احنا كلنا قاعدين لخدمه الناس. احنا قاعدين في مكتبنا بنعمل ايه؟ لخدمه شعب مصر. وانا قاعد لخدمه شعب اسكندريه. طيب اهالي اسكندريه لو حضرتك النهارده نقدر نقول بنديهم مثلا يومين ثلاثه كده ونشوف الدنيا ايه، ممكن اعمل تخفيض تاني لما انزل اشوف الشارع واشوف رد الفعل على 40%، ده ممكن وارد؟ اكيد طبعا. واحنا بنتابع، مش عاوز اقول لحضرتك. نعم. يا احمد بيه، احنا بنقيم الموقف كل ساعه وكل يوم هاي وعايشين فيه. احنا بنبدا دلوقتي من كتر بعد قرارات دوله رئيس مجلس الوزراء بالتخفيض وسعر المتر لغايه 50 جنيه في المناطق الريفيه والقرى. انا عندي النهارده يعني كم مصالحات غير عادي. ويوم الخميس برضو كان نفس الوضع، كم العدد من عدد غير عادي. وده اضطرني ان انا انشئ سرادق كبير جدا، حطيت تحتيه حوالي 400 كرسي، وعملنا مظله كبيره جدا عشان الناس تقعد تحتها عشان ينتظر دورهم، لان انا عندي الاعداد وصلت اعداد كتير. احنا انا هقول لحضرتك حاجه، نظرا لان احنا عندنا المخالفات بشكل رئيسي، عدد طلبات لغايه يوم الاربع اللي فات 3700 طلب. لا امبارح بس كان عندي متقدم حوالي 1500 امبارح بس. ما طبعا الاقبال بدا يزيد. قرارات دوله رئيس مجلس الوزراء كان لها اثر السحر في نفوس الناس. الناس بامانه حست ان الدوله معاها، والدوله عاوزه تخفف عنهم. كويس. تخفف عليهم.
هايل. وعاوزه تساعدهم بكل صوره. الناس لازم تفهم يعني ايه انا بقنن لك بيتك. عارف بقنن بيتك يعني ايه؟ بمعنى ان انا لو قاعد في منزلي وصادر له قرار ازاله بقعد مهدد. لكن لما يبقى المنزل مقنن وله شهاده صلاحيه وزي شهاده ترخيص الخاص بالسياره اصبحت انا يعني امن في بيتي. صحيح. عارف ان بيتي بدل ما كان يسوى 100,000 جنيه لا ده بيسوى 500,000 جنيه. النهارده لانه اصبح مقنن شرعا من جانب الدوله. هاي